جميل. لو انت قلت له تيك ستاب ليميتد معناه انه هياخد العمود الاولاني بس هيسيب لك 8 مسافات. تاب ليميتد دي ليها 8 سبيس وياخد العمود اللي بعده ثم 8 سبيس وياخد العمود اللي بعده ثم 8 سبيس وياخد العمود اللي بعده. طب لو انا قلت له كوما دي ليميتد العمود الاول ثم كوما العمود اللي بعده ثم كوما العمود اللي بعده. طب مبدئيا احنا هنشتغل على مين؟ هنشتغل على تيك ستاب ليميتد. مبدئيا هنشتغل على التيك ستاب ليميتد. اذا بدل فاجئت هيبقى الستاب علشان يبقى كل عمود على حده. كل عمود على حده. طيب يبقى اول شرط حددنا الترتيب، بعدها مسحنا، بعدها حفظنا صيغه التكست ستاب ليميتد. هل في حاجه ثانيه؟ اه في شرط رابع بسيط كده يا باشمهندس معلش اكتبوه، لابد من قفل او غلق شيت الاكسل الاساسي. لو انا دلوقتي عايز استقبل النقاط الموجوده هنا خلاص انا سيفتها التكست ستاب ليميتد مش كده؟ لو شيت الاكسل الاساسي ده مفتوح مش هتقدر انك تستقبلها على برنامج مين؟ وده على فكره مشكله تظهر معانا دلوقتي حالا والناس هتقول النقاط مش هتيجي. النقاط مش هتيجي لما تعمل ايه؟ اقفل شيت الاكسل الاساسي. هل الشروط دي سهله ولا صعبه؟ ده ولا الهوا ولا اي حاجه خالص. طب ازاي يا عم؟ يلا نعملها، يلا نعملها عمليه. اول حاجه انا فتحت الاكسل شيت بتاعي فلقيت الراجل مسمي لي بوينت نمبر ونورسنج وايستنج وزد وديسكربشن، رحت جاي كده على جنب ورحت كاتب الترتيبه بتاعتي خليها معايا علشان هنحتاجها ولا مش هنحتاجها؟ هنحتاجها. تاني حاجه يا باشمهندس تاني شرط هعمل ايه؟ همسح جميع الحروف اللي عندي في هذا الاكسل شيت. طب امسحهم ازاي؟ لو جيت تبص هتلاقي عندك انت الصف الاولاني هو اللي فيه حروف يا باشمهندس مش كده؟ فانا رحت معلم عليه ورحت عامل ديليت. هل في اي حروف تاني؟ فين؟ مفيش اي حروف، كل اللي عندك ارقام يا هندسه. كل اللي عندك ارقام مفيش اي حروف تاني خلاص وانا كده تمام مسحت جميع الحروف اللي عندي في الاكسل شيت. طب بعدها هعمل ايه؟ هبدا احفظ. طب احفظ بس ونشوف السبيسنج الزياده هناك. هبدا احفظ الاكسل بصيغه التكست ستاب ليميتد. طب ازاي الكلام ده؟ من قائمه فايل هقول له سيف از، ومن قائمه فايل هقول له ايه؟ سيف از. ومنه يا هندسه هتلاقيه بيفتح لك شاشه هيسالك فيها اول حاجه على مكان الحفظ، يا ترى تحب تحفظ الاكسل شيت بتاعك اللي انت بتسيفه ده فين؟ من يقول لي نسيفه فين؟ اه احنا دايما متعودين ان احنا هنحط على الديسك توب وعاملين لنا فولدر يسمى ايه؟ 7 مش كده؟ اهوت هحط فيه البوينتس بتاعتي يا باشمهندس. طيب اول حاجه اخترت له المكان اللي انا هسيف فيه، بعد كده بيسالك على النيم. النيم ده الاسم اللي انت هتحفظ بيه، هل هيفرق معاك؟ اختار زي ما انت عايز، فانت اختار الاسم بتاعك يا باشمهندس زي ما انت عايز. امال مين اللي هيفرق معاك جدا؟ ممتاز، هو التايب بتاع هذا الاكسل شيت. مين يقول لي التايب بتاعنا هو مين؟ تكست ستاب ليميتد او كوما ليميتد. مين يقول لي فين التكست ستاب ليميتد؟ تكست اهي يا باشمهندس تكست تاب ديليميتد. خلاص اخترتها هندسه، اكدت تقول له ايه؟ سيف، هبدا يسيف معاك ثم اوكي ثم يس. هل اقفل الشيت ده ولا اسيبه زي ما هو؟ الشيت الاساسي اقفله. هيقول لك سيف ولا لا دونت سيف، اشمعنى؟ بالظبط عشان يرجع الحروف اللي انا مسحتها. ارجع كده ادور على اللي انا عملته يا باشمهندس. مين يقول لي الفايل بتاعي ده الاقيه فين؟ في السيفل. وده يا باشمهندس الفايل بتاعك، خلي بالك الفايل هيجي على شكل نوت باد بالمنظر اللي قدامك ده، يبقى ده الفايل بتاع البوينتس اهو. افتح كده شوف الفايل ده فيه ايه، قبل برضه لا ما تخش على سيفل، ابدا شيك على هذا الفايل. هفتح الفايل دوت، الناس تركز معايا في الشرح وهسيبكم تطبقوا، الناس تركز معايا في الشرح وهسيبكم تطبقوا. هتلاقي يا باشمهندس الراجل راح فاتح لك الاكسل دوت وبيحتوي على مين؟ ادي اول عمود، مين يقول لي مين العمود ده؟ ممتاز، وراح سايب لك كام سبيس يا هندسه؟ وراح واخد مين؟ العمود اللي بعده ثم شفت بقى ايه لازمه التاب ديليميتد دي اللي كنت بتسال عنها؟ لا يا باشمهندس العمودة بتاعتك مترتبه، لو انت قلت له كام ديليميتد بتلاقي الشكل اوحش من كده شويتين. طيب بعدها 8 سبيس واللي بعده 8 سبيس اللي بعده، الله. طب اشمعنى من هنا ما خدش 8 سبيس؟ لا هو بياخد 8 سبيس من اول رقم ويبدا يثبت لك مين؟ العمود علشان تيجي الارقام كلها تحت بعضها بالمنظر الجميل اللي قدامك ده. اول رقم هو طيب لو انا يا باشمهندس اشتغلت على كده هل الراجل هيقبلها مني ولا الشيت اللي قدام ده فيه مشاكل؟ لو جيت تبص هل عندك حروف؟ لا ما عنديش حروف. طب هل في عندك سبيس زياده؟ في عندي، في عندي، لا مش اخر واحد. لو جيت تبص يا باشمهندس عندك اول عمود ده مين دول؟ كلها سبيس زياده مكان اللي انا مسحته. طب اعمل ايه؟ لازم امسحها. علمت عليهم كلهم يا باشمهندس قول له ديليت ثم ديليت كمان هتلاقيه مسحها ولا ما مسحهاش؟ ايه؟ خلاص لو ما عندكش خلاص، يبقى انا يا باشمهندس بص الاول لو عندي سبيس زياده امسحها، ما عنديش خلاص خير وبركه. من قائمه فايل هقول له سيف، خلاص الراجل سيف وابدا اقفل يا باشمهندس. خلاص انا ظبطت الفايل بتاعي. تاني اشيك على الفايل. لو في مسافه زياده لازم تمسحها. بص يا باشمهندس تاني البوينتس فتحت
لا يدفع عندي، ما فيش عندي مسافات زياده، ما فيش عندي حروف، ما فيش عندي اي زيادات يا باشمهندسين، خلاص كلام مظبوط تمام تمام. اقفل الشيت ده دلوقتي. البوينتس او الاحداثيات الموجوده في هذا الفايل قابله للقراءه على برنامج مين؟ سيفل. طب مين يقول لي هو انا عايز منها ايه في السيفل؟ حولها سطح صح بقى له طريقه بالاثنين. هنعرف السطح من الاثنين يا باشمهندسين، بس بعد ما الناس تعمل الخطوه دي بسرعه كده. يلا الناس بسرعه. وقفل دخلت ليه؟ طب سبت ليه طيب؟ هو ده 13 ولا ده 15؟ 15 انت عندك الفايل بتاع البيت صح؟ الفايل بتاع البيت اللي انا مديهولك. ممكن نضرب على فلاش طيب حط يلا بسرعه. ابدا يفتح الاكسل شيت ده واعمله على الاكسل. خلاص انا الناس اللي سيفته؟ لا لا نعم. يعني انا بمسح من هنا الحروف وبمسح من هناك المسافات. فتحت من الداتا فايل الداتا الاكسل فيه الاكسل شغال معايا. طب يلا نكمل. يلا مهندسين بكده يبقى انا خلاص حفظت البوينتس بالشكل اللي السيفل هيقدر يقراه مش كده؟ فمباشرة هبدا اخش على برنامج السيفل. مين يقول لي ايه هي خطوات عمل مشروع على برنامج السيفل؟ بالظبط. اول حاجه هفتح مشروع جديد. ازاي؟ اكنك بتعمل مشروع جديد خالص من قائمه فايل. ممتاز. من قائمه فايل هقول له نيو او نيو فايل مباشره. بعدها اتاكد ان انا مختار السيفل متريك. بعدها اوبن. لو عايز تسيف موضوع مش هيضرنا كتير فانت هتقول له كنترول اس. هيقول لك هسيف فين؟ برضه خلينا على الفولدر بتاعنا وهنسميه بروجكت كام مثلا؟ بروجكت 2 مثلا. واتفقنا ان انا بسيف على ال 2000 دي دبليو جي. وكمان انا ممكن اخليه اوتوماتيك هو يسيف لي على ال 2000 دي دبليو جي. برضه موضوع مش هيفرق معانا. جميل هذا الكلام؟ جميل. هو انت داخل المشروع ده اللي هو البي 2 ده ليه؟ بنقول البي 2 ده انا داخله ليه؟ الاولاني كان بي 1 اللي هو بتاع الكمبيوتر. ايوه ماشي. انا دخلت المشروع الجديد ده ليه؟ علشان اعرف سطح من خلال مين؟ النقط اللي بره دي يا باشمهندسين. فانا مباشره هبدا في خطوات تعريف السطح. مين يقول لي الخطوه الاولى بعمل ايه؟ بالظبط. بعمل كرييشن للسطح فمن قائمه سيرفيس. بقول له كرييت سيرفيس. اهم حاجه هنا بتغيرها بغير مين؟ الاسم. اتفقنا. سمي زي ما انت عايز. بعدها اقول له اوكي. بعدها عايز ابدا اعمل ديفينيشن للسطح. طب هتعمل ديفينيشن بمين؟ بوينت فايل ولا بوينت جروب؟ خلينا في البدايه نعمل من خلال بوينت فايل. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ ليه؟ قلنا من قائمه جنرال
بجيب قائمه اسمها تول سبيس ممتاز. بعدها بفتح السيرفس ثم الجراوند سيرفس بتاعك ثم ديفينيشن. مين يقول لي انا عندي مين دلوقتي؟ عندك يا اما حاجه اسمها بوينت فايل يا اما حاجه اسمها بوينت جروب. مين يقول لي ايه البوينت فايل دي؟ مجموعه من النقاط داخل السيفل ولا خارج السيفل؟ خارج. لو انت هتعرف من البوينت فايل هتبقى خارج السيفل. طب بوينت جروب؟ طب من شاطر يقول لي هي البوينتس دلوقتي داخل السيفل ولا بره؟ بره السيفل. ده اكسل شيت بره خالص يا باشمهندسين. فعشان كده انا هعرف البوينت فايل ده. طب ازاي؟ اقف عليه وكليك يمين ثم اقول له هيفتح لك حته شاشه تافهه جدا هيسالك فيها على حاجتين اثنين وفقط. ايه هما؟ اول حاجه هو فين الفايل؟ فين الفايل اللي انت هتجيب منه النقاط دي؟ فبقول لك سيلكت الفايل. اختاره ازاي ده؟ شايف علامه الزائد الكبيره دي؟ علم عليها يا باشمهندس هتلاقيه بيفتح لك الجهاز بتاعك. ابدا اختار البوينتس بتاعتك. مين يقول لي احنا حطيناها فين؟ ايه ده يا باشمهندس البوينتس بتاعتك ايه؟ طيب لسه عندك ايه كمان؟ هتلاقي تحت بيسالك على حاجه اسمها الفورماتنج. مين الفورمات؟ الترتيبه بتاعت هذا الاكسل شيت. خلي بالك دلوقتي هو عمل لي علامه صح قدام الفايل بتاعه ولا لا؟ معناه ان هو جابها. بس خلي بالك مدربك الدنيا في بعضها، مدخل الدنيا في بعضها. ازاي؟ لو بصيت تحت كده هعمل لك بريفيو على الشكل اللي هو جابه. بقول لك اول عمود عندي انا سميته مين؟ ايستنج. وهنا هل دي الترتيبه بتاعتنا؟ لو انا يا باشمهندس قلت له اوكي هل النقاط هتيجي مظبوطه ولا الدنيا هتبقى دخلت في بعضها؟ دخلت في بعضها. علشان كده قبل لازم اختار مين؟ الفورماتنج. الفورماتنج اللي هي الترتيبه بتاعت هذا الاكسل شيت. طيب فين الترتيبه بتاعتنا؟ ترى الترتيبه بتاعتنا هي اكس واي زد؟ لا قطعا لا. طب هي ان اي زد؟ لا برضه لا. طب هي بي اي ان زد؟ لا. ليه لا؟ ليه طيب؟ هي بي ان. ممتاز. خلي بالك اللي هيختار ده هيبقى عنده خطا. ايه هي؟ انا عندي بي اي ولا بي ان؟ بي ان. يعني احنا غلطنا في مش عارف مين؟ يعني الغلطه دي هتفرق معانا كتير؟ قطعا هتفرق. انت يا باشمهندس لو قلت له الان بدل الاي معناه ان انت خليت الاكس بدل مين؟ بدل ما كان بياخدها اكس بياخدها خلاها راح عكس الرسم. بدل ما هي طوليه هتلاقيها عرضيه وما الى ذلك. طيب امال هي فين الترتيبه بتاعتنا؟ انزل لتحت يا باشمهندس هتلاقيها في عندك فين؟ 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 اه بالظبط. فين هي بقى؟ هي بعد الاي ان. اه عندك هي يا باشمهندس اللي هي المين؟ البي ان اي زد دي. طبعا احنا عارفين الاختصارات دي كلها. مين البي؟ بوينت نمبر لارسنج ايستنج زد دي. لو انت عندك اي ترتيبه ثانيه هتلاقيها موجوده. عشان كده اتفقنا ان الترتيبه دي ثابته ولا متغيره؟ فعشان كده الراجل جايب لك جميع الترتيبات المحتمل عملها باشمهندس على البرنامج بتاعك. طيب خلاص انا البي ان زد دي بعدها هتلاقي تحت بقى فعلا الترتيبه بتاعتك المظبوطه ولا لا؟ اه بوينت نمبر لارسنج ايستنج بوينت اليفيشن ثم الرو مين؟ الرو ديسكريبشن. جميل جميل. فعندك تحت كده ادفانسد اوبشن حاجتين بفعلهم الاثنين. ايه هم دول؟ الراجل بيقول لك لو انت عندك اختلافات او عندك بعض المشاكل في الاليفيشن ومتاح بالنسبه لي ان انا اعدلها ولا لا؟ يا عم اعدلها مش هتضر. طب في الاحداثيات اللي هي الاكس والواي اقول له عدلها مع ان انا ما عنديش اي مشاكل خالص بس انا بفعلها يا باشمهندس مش هيفرقوا معايا في حاجه. صعبه؟ هقول له ايه؟ هل الشاشه دي صعبه يا جماعه؟ ولا الهوا خالص؟ اوكي. مين يقول لي دلوقتي انت عملت ايه؟ خلي بالك ان هو عمل لك نقطه هنا. معناه ايه عمل لك نقطه؟ معناه ان هو فعلا طبق على الامر ده، طبق وظيفه للامر اللي عندك ده. طيب فين يا باشمهندس النقاط؟ طب خلينا نقول سؤال بس الاول، انت متوقع دلوقتي ان هو جاب ايه؟ جاب النقاط ولا جاب السيرفس؟ ممتاز. هو جاب السيرفس على طول. وما زالت النقاط عندي فين؟ خارج البرنامج. طيب هو فين السيرفس ده؟ بالظبط يا باشمهندس خرج بره. فانا هعمل دبل كليك على البكره بسرعه. ايه رايك في السطح الجميل ده يا باشمهندس؟ يبقى فعلا راح جايب لك النقاط وراح معرفها على انها سطح بالمنظر اللي قدامك ده. بس السطح ده لو شكله مش عاجبنا هل ممكن اعدل عليه؟ قطعا. ازاي؟ اعلم عليه وكليك يمين وسيرفس بروبرتيز وتبدا تغير. هنشوف الكلام ده ولكن يلا الناس الناس بسرعه كده تعمل لي السيرفس دي. الناس اللي شغاله معايا قرب يا باشمهندس طب بقى من حد من زمايلي هو الاجهزه كلها الثلاثه مش شغالين؟ طيب خلي زمايلك يطبقوا معاكي. طب مش طب ما تعمل واحد من اول وجديد بقى تاني. ايه المشكله؟ يلا بصراحه.
ماشي. مش عليا اقفلها وافتحها كويس.